نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مركز زوار موقع طريق اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو منذ عام 2012 الواقع في قلب مدينة المحرق القديمة، والذي نظمته هيئة البحرين للثقافة والآثار في ختام برنامج احتفائها بالمحرق عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يحوزه قطاع اللؤلؤ من أهمية كبيرة ولما يشكله من قيمة حضارية واقتصادية واجتماعية باعتباره رمزا تاريخيا راسخا في الذاكرة الوطنية، وما يعكسه من تواصل البحرين وأهلها منذ القدم مع مختلف الدول والشعوب الممتد عبر مختلف الحضارات التي تعاقبت على هذه الأرض المعطاءة بخيرتها. وأعرب سموه عن سروره بافتتاح معرض مركز زوار موقع طريق اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في هذا الاحتفال الكبير، نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، كصرح ثقافي متكامل ومميز يشع نورا ساطعا من مدينة المحرق العريقة لما تزهر به من مكونات حضارية وثقافية وإرث راسخ ممتد عبر مسيرة الوطن الخالدة بحضاراتها وهويتها الأصيلة. وقال سموه إن طريق اللؤلؤ توثيق لموقع مشى عليه أجدادنا حاملين مشاعل الحب والوفاء والإخلاص لهذا الوطن العزيز، وهو الشاهد على ذاكرة المكان والزمان لمرحلة مهمة في تاريخ اقتصاد البحرين. لافتا سموه إلى ضرورة الحفاظ على الإرث الثقافي العريق لمملكة البحرين وتوثيقه بصورة تسهم في تعريف المواطنين بتاريخ اللؤلؤ البحريني وتأصيل ارتباطهم بذلك الإرث الذي شكل جزءا من الهوية البحرينية الأصيلة المتصلة بتاريخها وحضاراتها وإبرازه للمقيمين وزوار المملكة، مثنيا سموه على جهود هيئة البحرين للثقافة والآثار في إنجاز هذا المشروع الحيوي لما له من دور في الحفاظ على ذاكرة المكان ودور الهيئة في تنمية وتطوير المواقع الأثرية وإحياء القيم والموروثات البحرينية الأصيلة وإثراء الثقافة ومد جسور التواصل مع مختلف الثقافات. هذا وقد قام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجولة في مرافق المركز، واستمع سموه إلى شرح من معالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار حول مركز زوار موقع طريق اللؤلؤ الذي يضم الأجزاء التاريخية والبقايا الأثرية لاثنتين من العمارات التاريخية، عمارات علي بن راشد فخرو، وإرشيفا لتاريخ اللؤلؤ ومكتبة ومرافق مخصصة للمحاضرات والمؤتمرات. كما وطلع سموه على معرض اللؤلؤ الذي يحتوي على مختارات فريدة من المجوهرات المرصعة باللؤلؤ البحريني المشتهر بجودته ونقائه على مستوى العالم.
من جانبها رفعت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار شكرها وامتنانها لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على رعاية جلالته افتتاح مركز زوار موقع طريق اللؤلؤ وختام فعاليات المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية، كما وتوجهت معاليها بأسماء معاني الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تفضله بتشريف حفل افتتاح مركز زوار طريق اللؤلؤ نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، منوهة باهتمام سموه في دعم جهود الحفاظ على مختلف مقومات الإرث الحضاري والتاريخي لمملكة البحرين، كما جددت معاليها شكرها وعميق امتنانها للدعم اللامحدود الذي يقدمه جلالة الملك المفدى للعمل الثقافي في مملكة البحرين، والذي كانت نتيجته إدراج موقعين على لائحة التراث الإنساني العالمي لليونسكو. هذا وعبرت معاليها عن سعادتها لتزامن افتتاح مركز زوار موقع طريق اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو منذ عام 2012 مع ختام فعاليات المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية 2018 وانعقاد المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، متمنية كل التوفيق والنجاح لجهود جميع المشاركين والقائمين على هذه الإنجازات الثقافية. وأضافت معاليها أن الثقافة عبر افتتاح مركز زوار طريق اللؤلؤ تؤكد دور مدينة المحرق في ذاكرة العمارة وإحيائها بصورة مرتبطة بحياة أهل البحرين، مشيرة إلى ما تملكه البحرين من مقومات حضارية شكلت ولا تزال ملامح وهوية المجتمع البحريني.